مرحبا مليون. أخيراً انتهى الأسبوع ورجعنا لكم من جديد أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية، ونبدأها معاكم ببركة المسيح وحياكم الله. لأنه إن كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. كورنثوس الأولى 1:21. هذه الآية قالها الرسول بولس لأهل كورنثوس المسيحيين، ويبان من هذه الآية أن هناك في مشكلة عند المسيحيين في كورنثوس. طبعاً لولا المشاكل لما كانت هناك رسائل، لأن الإنسان طبيعته ينسى فيكرر نفس الأخطاء. فهذه الرسالة المكتوبة من 2000 سنة، طبعا مثل ما هو واضح إنها مفيدة لك أنت اليوم، الرسول بولس بيوبخ المؤمنين بسبب الانقسامات بينهم، انقسامات بخصوص المعمودية والتبعية لأشخاص بدلا من التبعية لمسيح. يعني يقابلها اليوم الانقسامات الطائفية بين المسيحيين. متى يصير الانقسام؟ الانقسام يصير لما الشخص يحط نفسه بالمركز ويشيل المسيح على جنب. علشان كده استحسن الله، مش الناس، الله اللي استحسن بأنه يكون الخلاص ببساطة التبشير. علشان كده قال الرسول بولس: لأن اليهود يطلبون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. كورنثوس الأولى 1:23. اليهود يطلبون آية، هذه الآية هذه الأيام يقابلها وريني معجزة، واليونانيين يطلبون حكمة، يعني هذه الأيام يقابلها وريني شطارتك، اقنعني أن المسيحية صحيحة، أو تعال ناظرني قدام الناس. يا من تطلب المعجزة أو أنت اللي تطلب مناظرة واقناع، ترى ربنا استحسن أن يخلصك ببساطة التبشير، ومش بشطارتك أو شطارة أي إنسان، بل هو عمل الله فيك الآن. فأصبحت المعجزة عثرة للي يطلبها، والحكمة جهالة للي يسعى لها. الكرازة بقوة روح الله وبرهانه، كورنثوس الأولى 2:4. هذا على الرغم أن المسيح هو كلمة الله والصليب كلمة، ولكن هذه الكلمة اللي هي الصليب عند الهالكين جهالة، وعندنا حنا المخلصين قوة الله. زي ما انت شايف الآن هذا التأمل يمجد الله ويخفي الإنسان وراء الصليب. فإذا كنت تريد تمجيد نفسك فلا تشارك هذا المقطع مع الآخرين، لكن لك مطلق الحرية أن تشاركه مع أصحابك على الفيس وتويتر وغيرها، إذا كان المسيح رقم واحد في حياتك، بس علشان يعرف كل من يؤمن بالمسيح أن الفضل يعود لله مش لأي إنسان. شارك الآن وعليك الأمان.
حيالا انت تقدر بك لطفو طول انا معايا تجربك كل ما بعيد انا انت تقدر بك لطفو طول انا معايا تجربك ترد نفسي تهديني ترشدني للدار اشكرك اشكرك أشكرك 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 يا رب يا رب ولا تهملني لا 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 تهملني وتنساني ولا مرة وخطية مرة محيتها من القلب خطية مرة محيتها من القلب أشكرك 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 يا رب أشكرك 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 يا كل ما بعيد انا انت هتبقى
طولانا معايا تجرب ترد نفسي تهديني ترشدني للدرب أشكرك 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 يا رب أشكرك 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 يا أيام قليلة تفصلنا عن السنة الثانية من البطالة. السبب وزارة الخدمة المدنية من خلال شح الوظائف المطروحة وعدم تفعيل نظام الإحلال، وذلك مخالف صريح المادة 39 من نظام الخدمة المدنية. ووزارة العمل بنظام التشغيل الذاتي التي لم تطرح ولا وظيفة من سنة ونصف. رغم الاحتياج بالأطباء اللي كلنا نشوفه، رغم وجود الأجانب بعدد كبير جدا. شهادتي احترقت معنويا من سنة لما كنت عاطل. اليوم راح أحرق ما تبقى منها مادية. شهادة البكالوريوس اسمي طب وجراحة الفم والأسنان. أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن مشكلة الضمان الاجتماعي والفقر والبطالة. في آية بالكتاب المقدس تقول: هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال رب جنود إن كنت لأفتح لكم قوة السماء وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. هذه الآية من ملاخي 3:10. كل واحد فيكم يبحث عن ضمان المستقبل ويخاف من الفقر والبطالة وقلة البترول اللي حين بدأنا نشعر فيها، خوف على عيالك ومستقبلهم، خوف على بناتك وش حيكون مصيرهم. من وين جاء هذا الخوف؟ الخوف من بكرة، الخوف من عذاب القبر، الخوف من قلة الأرزاق، الخوف والخوف والخوف. من وين جاء هذا الخوف؟ طبعا من الشيطان. عزيزي المشاهد، هل تعلم أن الخوف خطية بنظرنا حنا المسيحيين، وأن الخوافين مصيرهم نار جهنم؟ اسمع كلام الرب: وأما الخائفون، أول شيء الخائفون، وأما الخائفون وغير المؤمنون والرجسون والقتلة والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. هذا من سفر الرؤيا 21:8. طيب واحد منكم ممكن يسألني يقول: طيب وش الحل؟ كيف نتخلص من الخوف؟ أشكر الرب أن معظم شعب السعودي متأصل بالمحبة ويمتاز بالشجاعة والإقدام، وهذا من عند ربنا أصلا. أكيد في شيء بشعب السعودي له علاقة بالمسيح، لأن المحبة تؤدي للتخلص من الخوف
وهذا الأخير يؤدي للشجاعة اللي امتاز بها شعبي الحبيب. الدليل من الكتاب المقدس يقول لك في آية: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل بالمحبة. يوحنا الأولى 4:18. إيش تبغى أكثر من كده؟ الشيء الثاني اللي حتحس به الآن بعد ما تعترف بالمسيح رب ومخلص شخصي لحياتك، هو أنك حتشعر أنك كنت برحلة طويلة وبعيدة من الديرة ورجعت علشان ترتاح، وحتحس بشجاعة مش طبيعية. حتحس بشجاعة مش طبيعية فيك تخليك تشهد وتعترف بالمسيح قدام كل البشر، لأن إلهك حي ويحبك موت. يا جماعة الخير، تعالوا نشترك مع بعض ونصلي هذه الصلاة. يا سيد العظيم، نعظم اسمك، نقدسك، لك كل المجد يا رب. أنا أعرف أنه شعب عنده الشجاعة والإقدام، وشعب ما يتراجع، وبالحروب تلاقيهم مقدامين يا سيد العظيم، لكن أبغاك تمنحهم الآن شجاعة الاعتراف باسمك، شجاعة الاعتراف باسمك قدام الناس يا سيد العظيم. يقبلوك كرب ومخلص وإله، ويقولوا حنا مسيحيين بعلى صوتهم، ويفتخرون بك يا رب. فحاططهم وحاطط نفسي أمانة بين يدك يا رب، وانت تحمي كل النفوس وتخلص كل النفوس بالمسيح يسوع. آمين. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء، كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي، فمتى أجي ووقف قدام الله؟ قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل، إذ إنهن قال لي كل يوم وين إلهك. يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى، كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد، وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجي الرب، فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي، إن نفسي مكتئبة في، علشان كذا أذكرك من وادي الأردن، ومن جبال حرمون، ومن جبل مصعر. أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك، يبدي الرب لي رحمته في النهار، وفي الليل ترافقني ترنيمته، صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي، ليش نسيتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي، إذ إنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك. أعزائي المشاهدين، والآن وصلنا إلى الفقرة اللي كلنا نستناها، فقرة الاختبارات. هذا الاختبار وصلنا من الأخ ماجد من السعودية، يقول: أنا من خلفية إسلامية، عشت تائها عن الله طوال حياتي، لأنني لم أجد في الإسلام أي صفة من صفات القداسة، مما دفعني للإلحاد والابتعاد عن الله. ومن خلال إقامتي في السعودية ازدادت تساؤلاتي عن الإسلام بسبب الممارسات الفعلية، وتعرفت إلى قناتكم بالصدفة منذ أكثر من 3 سنوات، وبدأت أتابع برنامجكم من باب السخرية بسبب رأيي في الأديان. وشيئا فشيئا بدأت ببعض الاطمئنان، وجدت الخلاص لديكم ودرب الحقيقة. وأريد أن أخبركم بأن الكثيرين من السعوديين والمثقفين قد بدأوا التفكير والتركيز على مواضيعكم، وذلك بتكتم شديد خوفا من البطش.
صلاتكم لنا ليثبت إيماننا بالمسيح يسوع. آمين يا أخويا ماجد، أنت في صلاتنا، وألف مبروك الخلاص، وآمين تكون بركة لكل منهم حولك. وأشكرك على هذه الأخبار السارة، وأشجعك أن تتواصل معنا وتسمعنا كل الأخبار الجديدة بالمسيح يسوع. آمين. أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. يدعي بعض البعيدين عن تعاليم السيد المسيح أن المسيحية تصريح مفتوح لفعل الخطايا، فكل واحد يغلط ويخطئ بكيفه وعلى هواه، لأن المسيح غفر له كل ذنوبه. فهل يا ترى غفران المسيح فعلا تصريح مفتوح لنا بفعل الخطايا؟ هو من ناحية أن المسيح مغفور له كل خطاياه، فهو بدون شك مغفور له كل خطاياه. فدم المسيح الطاهر يغفر خطايا الماضي والحاضر وكل خطايا المستقبل مهما كانت، وهذه حقيقة مسيحية ثابتة لا جدال فيها. فهو غفران كامل وشامل بسبب عمل المسيح الكفاري على الصليب. وطبعا هذا الكلام ثابت في آيات كثيرة تأكد هذا الحق الإلهي. فالمسيحي الحقيقي له الحق في دم المسيح أن تغفر له كل خطاياه. فالآية تقول: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وفي رسالة يوحنا: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وهذه نعمة من الله للبشر في قبول فداء وخلاص السيد المسيح لنا من الخطيئة بعمله على الصليب. نعمة كبيرة جدا، لكن من يأخذ كثيرا مطالب بأكثر. وكلما تمتع الإنسان بغنى نعمة الله، كلما ازداد محبة وتقدير وحرص على ذا النعمة من خلال أعماله وتصرفاته وسلوكه وتعاملاته في الحياة. فالنعمة أبدا ما ترخص الخطيئة ولا تقلل من شأن القداسة، بالعكس، فالنعمة تزيد الإنسان حرص وتدقيق في حياته وعلاقته مع الله والناس. فإحنا نؤمن أن الخلاص بالنعمة بالإيمان، لكن هذا الخلاص لابد أن يثمر عمل صالح. وإذا لم يثمر عمل صالح مثل ما يقول الرسول يعقوب، فإنه إيمان ميت بدون فائدة، يعني إيمان غير حقيقي أو غير موجود أصلا. فإذا قال أحد إن له إيمان وما له أعمال، فإيمانه أكيد ميت. واللي يدعي إن له إيمان وما له أعمال، فهذا إيمان ادعائي ونظري، وللأسف ما له أي أساس. فالموضوع مش في القبول بنعمة السيد المسيح كمخلص أو لا، لكن الإيمان بعمل السيد المسيح وخلاصه إيمان كامل وشامل. فقبول شخص المسيح كفادي ومخلص في حياتك يعني علاقة مستمرة وحياة جديدة وتغيير كامل. فأنت في المسيح خليقة جديدة. فإذا قبلت المسيح وما تغيرت، فأنت في الحقيقة ما قبلته أصلاً. فالإيمان الحقيقي لازم ينتج عمل صالح وحياة مقدسة ترفض الخطيئة. ممكن جدا نسقط في الخطيئة، لكن نقوم بسرعة ونتوب عنه ونكمل علاقتنا مع الله. أما المستمتع والمستهين بخلاص المسيح، فهو غير مخلص وغير مؤمن وغير عارف لحقيقة عمل المسيح الكفاري أصلا. وأي واحد يعتقد أن المسيحية شيك أبيض بالخطيئة، فهذا إنسان ما يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أصلا. فلا يوجد فكر أو تعليم في المسيحية يقول اغلط مثل ما تحب والمسيح يغفر لك كل ذنوبك. لكن المؤمن المسيحي المقدر لنعمة المسيح، ومع أنه ضامن الخلاص، ألا أنه يفعل الخير، حب للناس وتشبه بالسيد المسيح، ومش مقابل أجر ينتظره أو بر ذاتي يرجع له. حب الخير
للخير ومش طمع في مصلحة أو سمعة أو لأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إنسان تغير في المسيح وأعماله مجرد ثمار ناتجة عن علاقته ومعرفته بالسيد المسيح. فالإنسان المؤمن إيمان حقيقي يظهر إيمانه من خلال أعماله وتعاملاته وعلاقاته مع نفسه ومع الناس، ويتحرر من قيود الخطية فما تعود مسيطرة عليه ما دام يسلك في طريق المسيح. وحتى إن حدث وتعرض لمغريات أو لمشاكل واضطهادات في حياته فيواجهها بصلابة وإيمان، وإن خانته إرادته واستسلم لتجربة معينة وسقط لازم يندم، يندم على خطيئته ويتركها ويرجع بسرعة لله ويتوب، فيغفر الله له كل خطاياه الماضية والحاضرة بعد أن تاب وندم. أما المقتنع بأن المسيح غفر له كل ذنوبه وجالس يخطي يمين وشمال وماخذ الدنيا طول بعرض لأن ضامن الأبدية، فإيمانه للأسف باطل وغير نافع، لأن بهذا الفكر يزدري بدم المسيح ونعمة خلاصه ويستهين بلطفه ورحمته ومحبته، وبالتالي يحرم من الخلاص. فالاستهانة بالخطية استهانة بدم وعمل المسيح نفسه. إذن خلاص المسيح نعمة تبعدنا عن الخطية وتحاربها فينا ومش العكس، وتعطينا ضمان بالأبدية والقرب من الله. أعزائي المشاهدين، حلو جدا الشعور بنعمة المسيح، حلو جدا أنك تشعر أنك تثمر، حلو جدا أنك تشعر أنك تتغير، حلو جدا أنك تشعر أنك إنسان نقي وجديد في المسيح. وأشكركم لمتابعتكم، والسلام ختام، وحياكم الله، وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير. شكراً.